صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية الكريمة هي مطلع سورة الحجرات. سورة الحجرات بها مضامين متنوعة، لكن من أهم المضامين اللي بيها أنها عكست لنا الحالة التي كانت معاصرة للرسول صلى الله عليه وآله في تعامل الناس مع النبوات. كانوا تعرف كل محيط، يعني كل مجتمع إلى نمط من التقاليد السائدة عندهم في التعامل مع رؤسائهم وعظمائهم. تلقى بعض المجتمعات مثلا توصل إلى حد الإفراط، بحيث إذا عندهم عظيم من عظمائهم يسجدوا له أحيانا، يسجدون له، ينحنون له. البعض الآخر لا، من يريد يحييه يرفع يده، يشيل إيده، ويحييه بيده. البعض الآخر لا، يركع، والبعض الآخر يسجد، تتأمل، والبعض الآخر لا، يعالج الموضوع بسلام مثلا. ولذلك ألفت نظرك أن الصلاة لله عز وجل جمعت هذه بأجمعها. نبه، المصلي أولا يرفع يديه، يركع، يسجد، يخشع، يعني جميع أنواع الخشوع أو جميع أنواع التذلل جمعتها الصلاة لله عز وجل. في المجتمعات تختلف في وسائل التعبير عن احترامها. تلقى قسم مثل ما ذكرت لك يسجدون، وقسم لا والله يجون يعاملوك بغلظة وببداوة، وش يمر علينا خلال البحث إن شاء الله المعنى اللي كانت الآية الكريمة والآيات التي تلتها فيها الجو اللي ذكرته لك. طيب، فهذه الآية صارت حادثة. الحادثة شنو هي؟ الحادثة جاء وفد بني تميم وياهم الأقرع ابن حابش والزبرقان ابن بدر. زبرقان ابن بدر كان من شعرائهم، والشعراء كانوا بالجاهلية لهم مكانة غير محدودة من الاحترام. ليش؟ لأن الشاعر كان يدافع عن أعراضهم، عن كراماتهم، يتبنى همومهم، تطلعاتهم، يعني أشبه شيء بالصحيفة السياسية. الآن شون حزب يتبنى له صحيفة سياسية، كذلك الشاعر كان يلعب هالدور، يلعب دور الصحيفة للدفاع عن أهداف من ينتمي إليهم. ولذلك كان إذا انولد عندهم شاعر يقيمون له الولائم ويعطوه مكانة كبيرة ويحترموه غاية الاحترام. والحقيقة الشعر كان عندهم يرفع ويضع، الشعر يرفع ويضع.
بس على الأكثر تلقى في تاريخهم أكو شعر ملتجم. ومعنى ملتجم يعني أن ما يتعدى أغراض الدفاع عمن ينتمي إليه عند التزام. هذا المعنى إن شاء الله في بعض المجالس قد تكون الآتي يصل لمجالس ويبحث بصورة مفصلة لئلا يطغى على صلب الموضوع. المهم الزبرقان ابن بدر كان من شعرائهم وجايبين وياهم خطيب من خطبائهم وأشراف بني تميم، وأقبلوا دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وقف واحد من عندهم صاح: يا محمد اخرج إلينا. اخرج إلينا، بس بغلظة بداوة، يعني بمنتهى الغلظة بمنتهى البداوة. طبعا دولة ما عندهم وسيلة تعبير إلا هالتعبير الخشنة. ليش انت ويا النبي؟ لا يعني مع الله عز وجل. نبه يجي هذا يريد يشتقي مثلا. انت الان والأمة اذا امحلت اكو عندها دعاء للاستسقاء، يجون يتضرعون الى الله عز وجل، عبارات مهذبة، كلمات ناعمة، خشوع الى الله. هذا يجي بدعوشيته: رب العباد ما لنا وما لك، انزل علينا الغيث لا بالك. تقول كأنه يحكي له وياه. تتأمل هاللون من الغلظة، هاللون من البداوة اللي كانت شائدة، كانت جدا يعني خشنة، خشنة لدرجة. فذولا لما وقفوا صاحوا باسم النبي بهالصيحة، النبي صلى الله عليه وآله بانع لي يعني شيء من التأثر أن ذولا ينبغي أن يتربون، لازم يتربون، يعني ما يبقون على هالغلظة، لأن ذولا راح يحملون حضارة للعالم، راح يحملون أضخم حضارة بالدنيا. وطبيعي لما يحملون أضخم حضارة لازم يكونوا مؤهلين إلها، لازم هاي الوسيلة آليات هاي الحضارة تكون آليات مهذبة، آليات يعني بمستوى المسؤولية، يعني يعرفون شلون برقة يوصلوها، شلون بأدب، لابد من إعدادهم وتربيتهم. فلما وقفوا وصاحوا باسم النبي خرج، قالوا ما وراءكم؟ التفت لهذا الأقرع ابن حابش. هذا الأقرع ابن حابش ويا منو كان؟ زرارة ابن حاجب. زرارة ابن حاجب، حاجب إلى قصة. حاجب أبو هذا زرارة كان يعتبر بيته من البيوت الممجدة. حاجب التميمي اللي إجا إلى كسرى لما كان العراق آنذاك يحكم من قبل الأكاشرة، هذول إجا هذا يمثل عرب الجزيرة وطبع لي، قال له إحنا بلادنا ممحلة وانتوا عندكم ارياف الفرات ودجله، اعطونا مجال نطوب، نعم نرعى مواشينا ترعى. قال لك كسرى انتوا ناس ما تطبون ترعون وترحون، لا تقوم يصدر من عندكم فساد، تخلقون مشاكل. نعم، فمن يضمن انكم انتوا اذا طبيتوا تحتفظون بالنظام؟ قال له انا اضمن. قال له شنو اللي عندك من الضمان؟ قال له هذا القوش، شال القوش ماله، القوش مال الصيد. قال له هذا. بعض الأشاورة اللي قاعدين يم كسرى ضحكوا، قالوا لا ليش تضحكون؟ هذول ناس عندهم مبدأ. قالوا لا، هذا مو، لا تصورون أنتم هي قوش هي عبارة عن عصا، نعم منحنية وبها وتر، لا هي عملية مبدأ. هذا لما قال عندي خلاص أبو بالفعل أخذ من عند القوش. ولذلك هو يقول أحد الشعراء يتغزل يقول: زهت علينا بقوش حاجبها زهو تميم بقوش حاجبها. بني تميم كانوا يزهون بهذا قوش حاجب ابن زرارة. هذا يعتبروه فرد مفخرة من المفاخر، يعتبروه فرد معلم من معالم الفخر عندهم. هذا كان ضمن الوفد، والأقرع ابن حابش أيضا ضمن الوفد، وهذا الأقرع إلى قصة أيضا. الأقرع طب هو وعيينة ابن حصن، اثنينهم
وياهم العباس ابن مرداس، دول ثلاثة من المؤلفة قلوبهم، كانوا من المؤلفة قلوبهم. النبي صلى الله عليه وآله تألفهم على الإسلام، يعني عندهم عشائر ضخمة وإلهم آثار، والنبي عالجهم عن طريق التألف. على فكرة أنبهك لشيء، طبعا النبي صلى الله عليه وآله اجى إلى جماعة كل واحد عامل من منطلقه، يعني واحد مثل ما يقولون تقوده من عقله، تلزم عقله وتقوده، تجيبه عن طريق الفكر عن طريق العقل، واحد تقوده من معدته، نبه لي شوي تشبع بطنه، تقوده من المعدة، واحد تقوده من وهكذا، كل واحد إلى نمط من المعاملة، كل واحد. هذول المؤلفة قلوبهم ما كان عندهم استعداد للارتفاع إلى هالمستويات، لابد وأن يؤخذون عن هذا الطريق، عن طريق الأموال. تألفهم النبي صلى الله عليه وآله على هذا، تألفهم على هذا بالأموال. فأبطى المن أبطى إلى عيينة ابن حصن 100 من الإبل، والأقرع ابن حابس الطان 100 من الإبل، عباس ابن مرداس ظلت عنده قليل من الإبل، على تعبير المؤرخين أعطاه أباعر سخطها، يعني ما رضته، قليلة شافها قليلة. هل وقف للنبي قال لا أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في موقعي، يقول لا أبو هذا ولا أبو هذا مثل أبوي، وهذا اللي عندك إحنا ماخذيه بشيوفنا، يعني أنت تعطي ذولا كل واحد 100 100 وأنا ما تعطيني. النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى الإمام أمير المؤمنين قال له خذه اقطع لسانه، أمسكه الإمام من يده، كان إذا يمسك واحد يأخذه بنفسه، أمسكه وأقبل به، سحبه طلعه إلى الخارج، قال له يا ابن أبي طالب أممض في ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت راح تنفذ اللي قال لك؟ قال له أنا لا أنفذ إلا ما قال النبي، شنو اللي أمر بي؟ أنا راح أمضي أمره فيك. جاب يسحبه إلى أن طلع وصل إلى مبرك الإبل، هذا يضطرب يتصور أنا راح يقتله، جاب إلى أن وصل إلى مبرك الإبل قال له هذا مبرك الإبل قدامك، خذ ايش تحتاج وخذ وروح. نعم هذا معنى اقطع لسانه، يعني اطيه شد حلقة. ففعلا أعطاه أخذها وانصرف، أدى أطلق سراحة. في موضع الشاهد أن ذول الوافد كان يتألف من هالعناصر، من هالمجموعة يتألف، ودخلوا صاحوا باسم النبي بأعلى الصوت، قالوا النبي ما وراءكم؟ قالوا لا إحنا جبنا شاعرنا وجبنا خطيبنا ويانا، وإئذن لنا حتى يقول خطيبنا وحتى ينشد شاعرنا. قالوا ما تفضل، سمعوا المسلمين بالمسجد، وقف هذا الزبرقان ابن بدر أنشد قصيدة، وقام خطيبهم يتمجد بأمجاد بني تميم، بأيامهم بمواقفهم بجودهم، بدأ عن هالطريق إلى أن فرغوا. عندما فرغوا أمر النبي صلى الله عليه وآله حسان ابن ثابت، وأمر ثابت ابن قيس، ثابت قام رد على خطيبهم، وحسان رد على شاعرهم. لما نظر إلى ذلك الأقرع بن حابس التفت إلى جماعته، قالهم شاعرهم أشعر من شاعرنا، وخطيبهم أبلغ من خطيبنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا، إحنا لازم ندعن لهم نخضع لهم. النبي صلى الله عليه وآله لما شاف هذا الموقف الأخير أمر لهم بجوائز، أسلموا أسلموا وأخذوا جوائزهم وطلعوا. هاي ملخص الحادثة. زين خلينا نشوف الحادثة اشتطينا من إيحاء. أول شيء اللي يلفت النظر بهذا سبب النزول، إن كان هو هذا السبب المنحصر وإن كان أكو سبب آخر سيمر علينا،
أول شيء أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يعودهم على السلوك المهذب، لأن قلت لك دول راح يحملون رسالة إلى العالم، وهاي الرسالة راح المن تصارع، راح تصارع الحضارة الشرقية اللي تتمثل في حضارة فارس، والحضارة الغربية اللي تتمثل في حضارة الروم، وذول طالعين من الجزيرة العربية ومعبر عنهم بأنهم بدات، ولكن نزل القرآن بلغتهم، ورح يحملون حضارة القرآن، واللي يحمل حضارة القرآن لازم يكون مؤهل، إذا لابد من تربيته، لابد من تهذيبه وتعويده على حمل الرسالة، لأن الإنسان تتقرر درجة اعتباره برسالته التي يحملها. شو تنبه لي النقطة؟ هذه نقطة جدا مهمة. يعني أنا الآن لو يطلع واحد يقول أنا أمثل التجار، زين؟ لما يطلع يمثل التجار يمثلهم أفرض في مصالحهم، أو يمثلهم أفرض في مستويات حتى إذا كانت عادية بالسلوك ما تلفت النظر. يقوم واحد مثلا يقول أنا أمثل العمال، كذلك هذا إذا صدرت من عنده حركات شوية أفرض ما هالقد مهضومة، أقول خو ماذا هذا رجل بسيط عامل. لكن إذا قام واحد قال أنا أمثل أهل القرآن، هذا طبعا النظرة إلى تختلف. إذا صار يمثل أهل القرآن لازم يكون بمستوى من يمثل، لازم يحمل هاي الحضارة اللي راح يحملها إلى الناس، لازم يكون بمستواها. إذا كان بمستواها يكون أدى رسالته، وإلا يكون تخلف عن أداء رسالته. فأراد النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم أن أنتوا هالغلظة اللي عندكم تجون تخاطبون نبيكم، يا فلان اطلع، مو الشكل، أكو طريقة، أكفوا، أطرقوا الباب، ومن بعد ما تطرقون الباب استأذنوا، لا تدخلون إلى دار ما لم تأخذون إذن، مو رأسا تجون تدخلون بدون إذن، وبعدين فلتكن عبارتكم، عبارتكم فلتكن مهذبة. أتخطر قصة سلمان المحمدي رضوان الله عليه. سلمان المحمدي لما دخل إلى بغداد واليا، إجا إلى بغداد والي، زين، راكب على حمار وملابس عادية تماما، وما حد يعرف، ما لا قدامه هوشة ولا وراه هرجة ولا كل واحد يشعر به أبدا. دخل، لما دخل شال ويا أغراضة شوية ثقيلة عند ذني، ملابسه مثلا او فراشه او مطهره، الاشياء ذن الاشياء البسيطه شايلها ثقيله عليه، جابها وياه يحملها، ذبها بالبيت وطلع يريد يشتري طعام له، يشتري له شيء من الخبز ياكل، لقى واحد مشتري له شروه ثقيله، شاف سلمان ملابسه عاديه، صوره من دول العاديين، قال له تقدم ايها العلج واحمل هذا. سلمان هم شال الشيلة وياه وإجا وياه، وصل إلى أن جاب قريب البيت. لما جاب قريب البيت يضرب واحد عرفه لسلمان رضوان الله عليه، إجا سلم عليه وأراد أن يقبل يده، قال له من هذا؟ قال له هذا الوالي المرسل إلينا. إجا قال له مولانا أنا سامحني، أنا على كل حال غلطت واستعملت وياك هالأسلوب الخشن. قال له إيه ما يخالف، أنا ما عندي مانع، أنا حملت لك الشيلة أيضا، بس مرة أخرى لا تقول لي يا علج، لا قل لي تعال شيلة الشيلة أشيلة وياك. تأمل يعني الواقع، السلوك المهذب، الوسائل الناعمة التي تتناسب مع الرسالة التي يحملها الإنسان تكون آلية مناسبة، تكون آلية سليمة. فالنبي يقول لهم أخها مو أسلوب أنتوا تجون إلى نبيكم، وهذا الله عز وجل أمركم أن تعزروه توقروه، مو بهاللون من التعبير الخشن، التعابير الخشنة اللي موجودة
ومع الأسف إلى الآن أكو بعض تعابير عندنا، تلقى بعض الناس إذا مر بالأئمة صلوات الله عليهم وراد يعبر عنهم يعبر عنهم تعبير عادي جدا، يعبر عن النبي تعبير عادي، مو الشكل، لا ينبغي هالأشخاص ذولا معالم فكرنا، معالم ديننا، لازم نعطيهم حقهم. الرسالات، رسالات السماء ما يحملها واحد عادي، إنما يحملها المؤهل. إحنا هم يجب أن نكون مؤهلين للاحترام، عندما نقف كون مؤهل. ولذلك تلقى الآداب اللي يرسموها إن أئمتنا بالزيارات، يعني لا تتصور هذا غلو، لا، لكن تأصيل حضاري، أكو فرق، مو مسألة غلو. لما يقول لي الطب وأنت تسبح الله تشير رجلك اليمنى تحطها قبل اليسرى، لأن هاي تلعب دور في آدابهم الاجتماعية، ولعلي إذا صار عندي مجال أبين لك شلون أن ليش الرجل اليمنى وليش اليد اليمنى، لأن هاي يلعب دور عندهم في حضارتهم. فهاللون من التوجيه ما بيغلو، إنما بيتأصيل للحض المعنى الحضاري. الطب تنحني وأنت على وضوء مثلا وتتوجه وتخاطب الإمام بالخطاب اللائق به، هذا كله من آداب السلوك. طيب، هاي النقطة الأولى التي أراد القرآن الكريم أن يشير إليها. النقطة الثانية أن ذولا عاملهم النبي منين؟ من السطوح مو من الأعماق. شو تنبه لي شلون يعني من السطوح مو من الأعماق؟ أرجوك، شنو يعني قيمة واحد جاي منك لنا جايب له قصيدة يريد يقرأ قصيدة، أو جايب له كلمة يريد يقرأ كلمة، وشنو يعني هاي؟ شنو تأثيرها؟ شنو يعني هاي جاييك احنا منك لهنا وشادين الرحال ونريد نتوجه إليك ونكاشرك مثل ما نقول بتعبيرنا اليوم، نريد نغلبك، خطيبنا يغلب خطيبكم وشاعرنا يغلب شاعركم. هذا طبعا تفكير سطحي، تفكير غاية بالسطحية. النبي صلى الله عليه وآله من باب بعثنا معاشر الأنبياء لنكلم الناس على قدر عقولهم، شاف هذول ما يجي يقولهم انتم تافهين، الواحد فضل خلي يلقي شاعركم، ألقى شاعرهم وألقى خطيبهم قابلهم. وإلا شنو قيمة قصيدة مثلا وانت جاي بين يدي رسول الله وجاي تريد تتوجه المن يعني تقابل واحد مبعوث من قبل السماء، لازم تكون بهالمستوى. شنو قيمة قصيدة أو كلمة تلقى في هذا المورد؟ الموقف يتطلب غير هذا. لكن النبي صلى الله عليه وآله عاملهم عن طريق عقولهم، عن مقدار ما يحملون من عقلية عاملهم على هالأساس، على مقدار عقليتهم، قابلهم بالمثل. وبعد ذلك منين لزمهم؟ أمسكهم من نقطة الضعف عندهم، أعطاهم جوائز. لما أعطاهم جوائز ألعنوا وآمنوا. دخليه هذا مبدئيا يطوب بس يحط رجله، والباقي بعدين يتربى، يجيب التدني. أمي أول الأمر هذا نافر، لما يكون نافر من عندك التدني مبدئيا خليه يتدنى لك، وبعدين شوي شوي بالتدريج ابني، لأنه خلي يقرب إليك. هذا ماخذ صورة جدا بشعة، فأنت بدد هالصورة عنه، خلي يقرب إليك. تمر عليك، مر عليك أن الإمام الحسن سلام الله عليه والإمام الباقر لهم مواقف من هالنوع. فديوم الإمام الباقر يتمشى بالمدينة، يجي لي واحد أمسكه قال له أنت البقرة؟ قال له الإمام يسمونني باقر العلم. قال له أنت ابن الطباخة؟ قالت تلك حرفتها. الطباخة مو هي المرة شغلتها بالبيت، هاي تطبخ تنظف شو. قال له أنت ابن البذية؟ البذية يعني عندها لشان يعني تشتم الناس والشكل. قال للإمام إن كنت صادقا غفر الله لأمي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. أطرق هذا شاب، كلما يريد يستفزه ما يقدر يستفزه. قال له والله أنا ما أوقفتك إذا أوقفتك وأنا أريد أن أحط من قدرك، لكن أردت أن أختبر خلقك، أشهد أنها أخلاق أهل الدين وشيمة أهل اللين. أنا ما أعرف، أنا قايل لي عنكم غير هالشكل، أشهد أنكم حجج الله. الدنة جابه
بمجرد أن حط رجله في المدخل سحبه الإمام إلى الداخل، بالفعل سحبه بأخلاق، جاب ووجه القضية من هالنوع. النبي صلى الله عليه وآله كلمهم من منطلقهم، مقدار ما يحملون من عقلية، مقدار ما يحملون من استعداد، وأطلقهم هدهم. طيب، من بعد هاي المقدمة نرجع إلى صلب الموضوع، إلى الآية. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا، هذا التعبير يعتبر نقلة حضارية ضخمة. كيف يعني؟ شوي هذا التعبير يشكل يؤرخ لمرحلة. شنو هي المرحلة؟ انت تعرف ما كان القرآن الكريم يقدر يقول يا أيها الذين آمنوا مبدئيا؟ ليش؟ شنو السبب؟ سيجينا رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه. الإمام الباقر يقول والله ما صفت الصفوف ولا شارت الزحوف، نعم، ولا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا حتى أسلم الأوس والخزرج. لما أسلموا الأوس والخزرج وصارت للإسلام منعة، يا الله قدر القرآن الكريم ينزل يخاطب يا أيها الذين آمنوا. شلون؟ لأن كان واحد ما يقدر يقول أنا من الذين آمنوا، ما يقدر يقول أنا مسلم. إذا قال أنا مسلم تلقف قريش تأخذه رأسا. وين يجيبوه؟ يسلمونه إلى العذاب حتى يموت. الرواد الأوائل المسلمين تعرضوا إلى إبادة. هذا خو مر النبي على والدي عمار رضوان الله عليه، ياسر وسمية، وهما يعذبان بالصحراء، حاطتهم قريش تتلذذ بتعذيبهم، وقال وش مر عليهم النبي شاف الحالة المزرية اللي يوم بيهم ما يقدر يسوي لهم شيء، قال اللهم اغفر لآل ياسر، اللهم اغفر لآل ياسر. وفعلا دول أسلم للعذاب حتى مات اثنينهم، راح زين. في خباب بن الإرت رضوان الله عليه، بلال الحبشي رضوان الله عليه، هؤلاء الرواد اللي تعرضوا إلى أقشى أنواع الألم والأذية، هذول ما كان واحد من عندهم يجرأ يقول أنا، بمجرد أن قال أنا مسلم أعلن أخذوه لكفوه. لكن الباقين انطووا على إسلامهم، ضموه بالداخل، كتموه، لأن قريش كانت بجبروتها إذا واحد أسلم ما تخلي يهدأ أبدا، لا تمنعه، تقول له أنت جاي تتحدى كبرياءنا، كبرياء قريش بأجمعه تتحدى، لا بد من رجوعك، إما أن تفتن أو تقتل، كيفك، واحدة من عتين. فما هاي تعتبر الكلمة نقلة، يعني واحد يقدر يقول أنا مسلم كان ويسلم؟ لا. ترى هاي التجربة إحنا مرينا بها في تاريخنا، شوي تنبه لي زين، إحنا في تاريخنا مرينا بها، مر علينا دور أن اللي يقول أنا كافر واللي يقول أنا أذهب إلى اليمين أو إلى الشمال ما عليه شيء أبدا، لكن إذا قال أنا أوالي أهل البيت خلص، إذا قال أنا شيعي هذا بعد انصبت عليه السماء والأرض. مرينا عليها، مرينا ولا نزال نعيشها، مو انه لا تروح مو بعيد. يعني تأمل أن الوعي، بس كما يقول أحد أدبائنا تغمده الله برحمته، يقول تعيفوا وركبنا في سفينته، فميز اللج من عافوا ومن ركبوا وشاوموا، فاشترينا حب حيدرة ولا نبيع ولو أن الدنا ذهبوا. نعم زين، يعني نشكر الله أن جعلنا الله في هذا الخط، خط آل بيت رسول الله، الخط الذي ندبنا إليه، ندبتنا إليه السماء، ندبنا إليه القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا من نعم الله علينا، بس هذا الدور مرينا به، إحنا مرينا به ابتداء من أيام معاوية وانتهاء إلى أرجوك، يعني أكو جماعات عندنا ضحايا معالم على الطريق من الشهداء في سبيل هذا المبدأ بالعشرات، وممن أوزان ثقيلة من نمط الشهيد الأول والشهيد الثاني والشهيد الثالث والشهداء المتتاليين. نعم، في واقع
أن هذا الدور إحنا مرينا به مو جديد علينا. يعني بتعبير آخر القرآن يضع إيدنا على هالحقيقة، وهذه الحقيقة إحنا عشناها بصورة عملية. فالآية بها نقلة حضارية، يعني لذلك القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا، وذول بحيث عرفوا بأنهم المؤمنون، ما صار هذا المعنى وما قدر لهم أن يستقرون إلا بعد إسلام الأوس والخزرج. ولذلك اليهود أرادوا أن يخربوها للشغلة من أساسها، شافوا الأوس والخزرج أسلموا والإسلام عز الله بهم الإسلام، والإسلام انتصر وتركز، صاروا يجيبون جماعة من دهاتهم. إذا شافوا الأوس والخزرج مجتمعين بمكان يهدوه، روح ليهم يقعد ما بيناتهم، يقول له تذكر يوم اللي قاتلت الأوس ماذا قال شاعركم، ويقولهم للخزرج تذكرون يوم قاتلتم الأوس ماذا قال شاعركم وللأوس كذلك، ويبدأ يذكر شعر هذا وشعر هذا، ويبث فيهم الحماس ويحط إيده على النقاط اللي موجودة في داخلهم إلى أن خلهم يضربون، يصيحون إلى السلاح، يتداعون إلى السلاح. وصارت أكثر من مرة إلى أن طلع النبي لهم يوم قال لهم دعوها إنها منتنة، بطلوا هاللغة، هاي لغة جاهلية، اتركوها، أتعملون ذلك وأنا بين أظهركم؟ فرادوا تخريب هذا الإنجاز الذي انتهى إليه المسلمون في إسلام المهاجرين والأنصار. هنا فأرجع للآية، الآية تقول يا أيها الذين آمنوا. طيب لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، شنو معنى لا تقدموا؟ الآية أطت فرد عنوان عام، مثل ما يقولون فرد حكم كبروي، نحاول ننقح له صغريات، نشوف عليه من ينطبق هذا الحكم، نشوف شلون. المفسرين يقولون من موارد انطباقه أن معنى قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقترحون اقتراح على ما اقترحه النبي، لأن النبي ما يقترح شيء إلا من السماء. شنو معنى هذا؟ معنى أروي لك حادثة، هاي يرويها القرطبي. القرطبي يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وآله يطلع إلى خيبر، استخلف واحد، راد يستخلف واحد من أصحابه يخليه على المدينة حتى يطلع هو للمعركة، يخلي واحد خليفة يقوم بإدارة شؤون المدينة، يقوم بإدارة مجتمع المدينة. يقول اقترح عليه عمر بن الخطاب شخص آخر غير ذاك الشخص، قال له هذا لا تخليه، خلي فلان. فالآية يقول نزلت بها السبب، نبه لي لحب خلي شوف ما ذكره القرطبي. جيب القرطبي إذن يقول أن السبب أن هؤلاء اقترحوا على النبي غير ما اقترحه، هو كان عنده اقتراح، عنده رأي، وإجوا اقترحوا عليه رأي آخر. الآية نزلت تنهاهم تقولهم لا تقترحون، إذا النبي اقترح شيء بعد ما لكم حق تختارون، لا حد يجي يقترح على اقتراح النبي. زين أكو نقطة شوي خلنا نقف عدائنا، مو المؤرخين يقولون أن النبي أراد أن يخرج إلى خيبر وينصب من قبله من يدير شؤون المجتمع. زين النبي طالع الشم يوم، رايح طالع له قضية ما تستغرق أكثر من الشم يوم، طالع يقاتل ويرجع، ومع ذلك ما يخلي المدينة بدون خليفة، يستخلف من يقوم بالأمر من بعده. إذن شلون يموت وما ما ينص على خليفة؟ وتنبهي هو يطلع منا لهنا، إذا طلع منا لهنا يجعل له خليفة من بعده. ممكن أن يموت النبي صلى الله عليه وآله بدون أن يعين خليفة من يعني يترك المجتمع فوضى، وهو النبي يدري أن المجتمع بأحقاد، واحد يطلب الآخر، هذا إلى عد هذا دم، هذا إلى عد هذا قضية من القضايا، العلائق متشنجة، المجتمع يحتاج إلى واحد يدير شؤونه، يطلع النبي من الدنيا وما يخلف أحد؟ لا حاشا، ما ممكن، مستحيل، لأن جرت عادة النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء أصلا ما يطلعون من الحياة ما لم ينصوا على من يخلفهم بالأمر من بعدهم، هذا شيء لابد من عنده. بس حيل بين النبي وبين ما يريد، حتى في لحظات الأخيرة قال علي بدوات وكتف
أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. فتناجعوا عند النبي، تناجع ولا ينبغي عند نبي تناجع. ووقف بعض أصحابه قال دعوه إنه قد غلب عليه الوجع، بعد ما يدريش يقول. ها ما ممكن رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع من الحياة، يطلع من هذه الدنيا بدون أن يعين من يخلفه في هذه الحياة، مستحيل. ولذلك إحنا عندنا نظرية شورى، يعني مثل ما يقولون غير واردة بالمرة. أولا هي ما تستقيم، لأن أكثر من مرة أنا تعرضت للموضوع، يعني مسألة نظرية شورى ما إلها مصادر في القرآن الكريم، ما يستدل به على النظرية إنما يستنتج استنتاج، يعني مو الآيات اللي يستدل بها يستنتج منها استنتاج، وإلا الآيات بعيدة عن الموضوع. وأمرهم شورى بينهم يمدح الأنصار، كانوا إذا عندهم مشكلة من المشاكل ما يستبدون بها، يطرحوها للمناقشة. زين، وشاورهم في الأمر، لكان النبي صلى الله عليه وآله أحيانا يريد يقرب قلوبهم، يريد يدنيهم إلى يشاورهم للاستئناس. نعم، بمو بما أمرت السماء، لا، يريد يدنيهم حتى يأنسون به، حتى يشعرهم بأهميتهم. والمسألة ما العلاقة بنظرية الخلافة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. الموضوع على كل حال مو سهل أن يبحث بها الصورة، قد إن شاء الله يصير له وقت. بس أن النبي لا يمكن أن يخرج، نظرية الإسلام واضحة بالتعيين. ما يعني بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس إماما، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، مو الشكل. وهكذا الآيات كلها تنص على الجعل وعلى التعيين وعلى التنصيب. ما ممكن النبي يطلع من الدنيا وما ينصب واحد يقوم مقامه، ما ممكن هذا أبدا، لابد من الامتداد له من بعده، وإلا يصبح الأمر فوضى، ضيعة عاب النبي كلها، ضيعة عاب النبي. هذا الرأي الأول، أن معنى قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقترحون على اقتراحه، هذا رأي. الرأي الثاني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموه بفعل أو قول. شلون يعني؟ ذولا كانوا إذا راد النبي يطلع يمشي، بعضهم يطلع يمشي قدامه، نبه يطلع يمشي قدام النبي، وهذا سلوك غير مهذب، سلوك ما يلتقي. أخرته رسول الله صلى الله عليه وآله هو الإمام، فينبغي أن يؤتم به، هو المقتدى، فينبغي أن يكون هو في صدر من يمشون، هو أمامهم. لا، يجي هذا واحد ويتقدم أمامه ماديا، وهاي ترى سهلة إذا يتقدم أمامه بالمشي سهلة، لكن تعال شوف إذا صار بناير يتقدم أمامه بالمضمون. ها شلون؟ واحد تافه ويجي يريد يحط روحه قدام واحد من القمم، ها يا يسوي له؟ ها، وهي المشكلة. هاي مو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية، لهالدرجة أصبح أنا وخاش. فكيف إذا واحد لا صار يدعي بأن هو قدامه، يدعي بأنه أمامه، ويجي يعني يدعي ما ليس له بحق، يضع نفسه أمامه. وهذا من هنا انطلقت نظرية جواز تقديم المفضول على الفاضل أو عدم جوازه، أن المفضول يصح أن يقدم على الفاضل، يولا ما يصح، طبعا ما يصح، ما في شك أن الفاضل هو الأولى، هو اللي يعني لازم عنده مزية يتقدم بها. الإنسان تقدم مزايا، فإذا كان التقدم المادي هو يجرح الكرامة، التقدم المادي يثلم المقاييس، فما ظنك بالتقدم المعنوي؟ التقدم المعنوي أرجوك يعني. وهذا اللي حاصل في تاريخنا، اللي حاصل في تاريخنا، أرجوك. ها علي بن أبي طالب هالقمة الكبيرة، أولاده هالقمم، شقد لهم مساحة في وسائل إعلامنا؟ ها، أولاد شقد عندهم مساحة؟
ما بشي الله وكيلك، وتلقى وسائل إعلامنا أو كتبنا مملوءة بيش، مملوءة بالحديث عن الحسن والحسين، ما لهم مكان أصلا في صحيح البخاري، ما لهم مكان، ما لهم مكان. اللي إلى مكانها اللي يقول الله ودى موسى يرد ودى عزرائيل يقبض روح موسى شاله ولقمه وفقش عينه ورجعها أعوار، هذا إلى مساحة. لكنه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، نعم لا موش ما لهم مساحة. عبد وحياتك عبد الملك ابن مروان إلى مساحة في فقهنا في فقه المذاهب الإسلامية. عبد الملك ابن مروان اللي لما اجت لي الخلافة طبق القرآن وقال له هذا فراق بيني وبينك، خلاص بعد احنا كنا في يوم من الايام اللي جمك نقرأ بيك، بعد الان صار عندنا شغل بعد روح خلاص. فتأمل هذا اللون الواقع مع الأسف يعني مؤلم جدا، هذا لما يكون في حضارتنا وتاريخنا المعنى. هذا الرأي الثاني، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا يكون تقدم مادي ولا يكون تقدم معنوي. الرأي الثالث لا، أن هذا إلى علاقة بحكم من الأحكام. شنو الحكم؟ الحكم لا تقدموا ما يفرض قبل وقته. أي شنو؟ يعني إحنا عندنا مو بعض الفرائض مشروطة بوقتها، يعني ما يصير أنا أصلي صلاة الظهر قبل ما يصير الظهر، وحتى مقدماتها الآن مقدمات الصلاة لما أريد أتوضأ أفرض كون أتوضأ بعد دخول الوقت على هالرأي، بناء على هالرأي بعد أن يدخل وقت الصلاة حتى أتوضأ إلها، لأن هذا من المقدمات من الشرائط اللي تكون مقدمة للصلاة. هل يكون لما أخاطب أنا بعدني مو مخاطب، لما يصير وقت الفرض أخاطب بالفرض، من أخاطب ذاك الوقت أبدأ أتوضأ أو أتوجه. فذول إيش كانوا يسوون؟ كان بعضهم قبل ما يصلي العيد يروح يذبح بمنى، نبه يروح يذبح قبل أن يصلي. فبعض الأمور يقدمها قبل وقتها. أنا أتخطر عندنا واحد هذا شفناه في اليوم يصلي كثير، قلنا له تعال جيت سويت شنو؟ قال والله أنا أصلي مال الأسبوع لي قدام حتى أنا. هذا ليش؟ أنا لأنه ما طول عندي فراغ خل أصليه أستريح من عنده. هذا يظهر من النوع فالواقع أن المسألة مسألة أن كل حكم إلى وقته مشروط بوقته، مو الحج مثلا إلى وقت الحج أشهر معلومات، صلاة إلها وقت مثلا شهر رمضان الصيام إلى كل شيء بوقته. الآية الكريمة تقولهم للصحابة أنتوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولذلك احنا حتى موضوع الزكاة افرض إذا موضوع زكاة أنا قبل ما يحل وقتها ما أقدر أطيها، نعم أقدر أطيها بنية قرض، واحد عاكو ضعيف أطيها بعنوان قرض، أنا هاي قرضة إلك وخليها بذمتها إلى أن يصير وقتها احتسبها عليها زكاة. وحتى شوفوا مثل زكاة الفطرة مثلا لما أريد أطلعها أطلعها لهدف إنساني، هدف بنبض إنساني. شلون يعني؟ أن هذا باكر راح يصير عيد وعنده أطفال وهذول الأطفال أو أكو أيتام بحاجة إلى ثوب بحاجة إلى طعام، أنا أقدم هاي الزكاة قبل وقتها بعنوان القرض أطيها، لكن من يحل وقتها أنويها، لأنه الفرض المشروط يعني المقيد بوقته ما ينبغي أن يقدم على وقته. قلت لك نعم يقدم إنسانيا بهالعنوان بعنوان القرض. ليش؟ لأنه راح يشد له ثغرة، يشد له حاجة. شنو؟ مثل ما قلت لك يتيم أو واحد مثلا من أهل الكرامة وراح يصبح عليه العيد وهو يطلع أمام الناس وما عنده حتى ثوب لبسه يستر به عورته، وذني يعني جبر القلوب إلى قيمة عند الله أن هذا، وخصوص إذا كان كريم وتعرض إلى الضياع. ها أكرموا عجيز قوم ذل، مو تدخل شفانة بنت حاتم الطائي على النبي صلى الله عليه وآله. وحاتم الطائي معروف الرجل، معروف بمقدار
ما كان يقوم به من أمجاد في دنيا الكرم، بحيث يقول النبي لابنته: لو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه. هذا الرجل اللي يصيح سل الطارق المعتر: يا أم جابر، إذا ما أتاني بين ناري ومجمري أبسط وجهي إنه أول القرى، وأبذل معروفي له دون منكري. هذا الرجل مثلا اللي كان قمة في المجد، قمة في العطاء، تجي بنته سفانة يجيبوها سبية، يضرب لنا النبي مثلا رائع. شنو المثل؟ يخلع رداء يفرش لها رداء حتى تقعد على رداء. شو تنبه؟ ها؟ يستقبلها النبي صلى الله عليه وآله ذلك الاستقبال، يطلق لها جميع الأسرى إكراما لها، لأنها من بيت أمجاد، بيت يستحق أن يمجد ويكرم. يا رسول الله، يا نبي الله، ليتك ترى بناتك عندما أدخلت على يزيد بن معاوية، ليتك ترى هؤلاء اللي يدعون أنهم أمتك، ليتك ترى ما صنع بعائلتك. دخلت عقيلة الطالبين، ابنة المجد، ابنة الفواطم والعواتك، ومعها لفيف الأرامل والشبايا. يقول الإمام: لما أرادوا الدخول أقبلوا إلينا بحبال ربقونا كالأغنام، وأدخلونا إلى المجلس. يلتفت الإمام ليزيد يقول: لما ظنك بجدنا رسول الله؟ لو رآنا ونحن على مثل هذه الحالة. ذاك الوقت يقول: أمر بالحبال قطعت من أعناقنا. يقول المؤرخون: وانجوت زينب عليها ملابس عادية، أقل ثيابها، راحت إلى جاوية انفردت وحدها. يسأل يزيد يقول: من هذه المنحازة؟ قالوا له: هذه زينب ابنة أمير المؤمنين. عاد خاطبها، توجه إليها: عنصر اللؤم لا يفارق أهله. ولكنها وقفت كاللبوة الجريحة، قامت كما تقوم اللبوة تدافع عن أشبالها. صاحت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نشار بين يديك كما تشاق الأشارة، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت بعطفك جذلان مشرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور لك متشقة، إلى آخر خطبتها. لكن الألم يعتصرها اعتصارا، الدموع كانت تترقرق في عينيها، بالرغم من عنفوانها بالموقف بقيت على تلك الحالة إلى أن أخرجهم يزيد ليلا إلى الخربة، وأخرج معهم الرؤوس مبالغة بالتنكيل، وضع رأس الحسين أمام عائلته. انبرت لعاد زينب، قامت له بالليل: وين جد؟ إلى رأس أبي عبد الله. صاحت: فأين نزار في متون خيولها؟ ترى بالشبا قد ألم الشوط خافي. I'm
أشوفك عفت نبقى حشلوة. هذه الخريبة اللي اهتصرت بنات الرجالة، حرارة الشمس اللي خلت بعض شعراء الطف يقول لا ترجغي يا شمس في أفق حيا من زينب، فلقد أطلت أنينها ذوبي فإنك قد أذبت فؤادا من كانت تضللها الأشود عرينها. منها يقول رأيت الإمام الشجاع ساقاه كالقصبتين محمرتين يشخبان دما عبيطا، قلت سيدي ما الذي أخرجك مع ما أرى بك من الضعف؟ قال يا منها إن الخربة التي نحن بها لا تقينا من الحر، يا منها لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس، أنا أخرج شوية أروح عن ضعف بدني. تصل الشمس واحنا مداليل وجبل الحرم وجعان وعليل سبايا بلا فاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 يا ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز عنها ولا إلى الناس فيتجهمونا، اللهم كلنا إلى رحمتك، اللهم احشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.